أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أهمية التزام المواطنين والمقيمين التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس والسلالة المتحورة إسهاما للعودة للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. فالقرارات التي يتم اتخاذها بشأن فتح أو إغلاق مختلف القطاعات مبنية على ما يستجد في ضوء عدد من المعطيات والتي تتم دراستها بشكل دوري. هذا وأعرب الفريق الوطني الطبي عن تطلعه لالتزام كل فرد وأخذ الحيطة والحذر خلال الفترة الحالية من أجل خفض معدلات الانتشار.